حديث جابر رضي الله عنه هو في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. ولو قال قائل: ابن عمر رضي الله عنه قال إن العرش لا يهتز لأحد، فالجواب عن هذا أن ابن عمر رجع عن ذلك وجزم بأنه اهتز لسعد، اهتز له عرش الرحمن، كما جاء ذلك عند ابن حبان من طريق مجاهد عنه، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله.